بينك بانتر، أقدم لكم الرجال شجعان والطفلة. أخبرني أين هو؟ علي العثور عليه. إنه في حوزتي أيها الرجل الأحمر. يا إلهي، كان ذلك مؤلما جدا. أخيرا صار ملكي. لا، لن تحلم بهذا، صار ملكي. لقد فازت عضلات القوية. ولكنني أكثر خفة منك يا بيكس. أنا من سيحصل على اللعبة التي داخل العلبة. علبة حبوب بونغوس ماكس فارغة ولم أجد اللعبة. ها هي اللعبة. شكرا جزيلا عمي بيكس وعمي سبارتاكوس وعمي لوبي وعمي إيكي وعمي أورانوس عمي دوك وعمي أو. ما هذا؟ لا تبدو حلوى بونغو مشابهة لتلك التي على العلبة. هذا صحيح، إنه أمر مزعج جدا. لقد انكسرت، ينبغي معاقبة الشركة على ذلك. إنها على حق، علينا الذهاب إلى شركة بونجو ومعاقبة المسؤول عن صنع تلك الألعاب الرديئة. لن ينجو من العقاب أبداً. أجل، فنحن رجال لا نقبل بالغش. ونتمتع بخصال الشجاعة. أجل، 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 نحن رجال أقوياء ونتمتع بخصال الشجاعة. نقدم المساعدة والنجاة والنجاة عن المظلومين. أخيرا، ها هي ذي شركة بونغو تستعد للسيطرة على العالم كله لتوزيع هذه اللعبة الرخيصة. عندما أشغل بونغو الدوارة باستعمال جهاز التحكم، سينوم الأطفال مغناطيسيا وسيطلبون مزيدا من الحبوب. سيصبح العالم قريبا ملكي. يبدو أننا أزعجناك. يا إلهي، أنا في ورطة. أترون ما أراه؟ إنه يحاول الهرب. لن يستطيع الهرب ما دام معي مغناطيس. إصابة موفقة. ليس بهذه البساطة. كيف تضع اللعبة الرديئة في علب الحبوب؟ هذا تصرف سيء. لما لم تقولوا ذلك من البداية؟ في إمكاني إعطاؤكم كثيرا من الألعاب. أوه، إنه مذهل. أعدوا إلي الجهاز ملكي. انظر إلى كل تلك الأزرار التي على هذا الشيء. أنا أحب الأزرار. طالما تمنيت الحصول على لعبة كهذه. جيد، ستعدها هدية منك وبهذا سنرضي الجميع. انتظر قليلا، لا يمكنك. لن نبقى أكثر من ذلك، علينا أن نرحل الآن. هيا. كانت فاتلة لطيفة منك. نشكر لك حسن تعاونك. إلى اللقاء. يبدو لي أنهم رجال خلقون. توقفوا، أعطوني جهاز التحكم. لقد اتفقنا على عده هدية منك. بسرعة. ها، يظن نفسه ذكيا. سأغلق هذا الجدار. إذن هنا يصنعون حبوب البونغوس ماكس. هذه الحبوب مصنوعة من ألياف السليلوز المضرة. انظروا. ماذا؟ هذا يعني أن تلك الحبوب ليست وجبة صحية.
يجب إيقاف شركة بونجو ستاركس. ولكن أولا، ما رأيكم في تجربة اللعبة الجديدة؟ ترى ماذا يفعل هذا الزر؟ أعطيني إياه. هذا يكفي يا صغيرة، انتهى وقت اللعب. قاوموا قدر ما استطعتم، استعملت الحبال المنطقية ليقيدكم بها. شرير، في موقف كهذا يجب علي أن أهدأ قليلا. والآن سأتخلص منكم إلى لعبة. ستغطسون بالسكر وستصيرون بشكل حبوب. أما هذه الطفلة المشاغبة فستساعدني للسيطرة على العالم كله. تناولوا حبوب بونغوس ماكس، تناولوا حبوب بونغوس ماكس. لقد نوم مغناطيسيا، أنت رجل قاس. أعرف ذلك، والآن وداعا أيها الرجال. هل هذه نهاية الرجال الأبطال؟ ابقوا مستعدين لمزيد من المتعة. هل في إمكانك أن تصمت أيها الأحمق؟ آسف، كنت أحاول إضافة بعض الإثارة إلى اللعبة. ليست هذه الإثارة كافية لك. وقعت عصاي العزيزة، علي إحضارها. أطفئ تلك الآلة عند خروجك من هنا. هيا يا رجل هيا. ما رأيكم أن نغني أغنيته المفضلة؟ قد يساعدنا هذا الآن. أجل رجل بطل محكم، إنه أخونا الرجل الشجاع. صحيح، أنا شجاع. اذهب واسحب كلب الزرع، نريد أن ننجو بسلام. لم أفهم شيئا. يا إلهي، لم يفهم، إنه رجل غبي جدا. لقد خطرت ببالي فكرة، التقط هذه، إنها قطعة نقدية. مذهلة. مرحبا، لقد جاءتنا. هاي، هذا المقبض يزعجني. لا. خلال دقيقة أيتها الطفلة ستكونين الشخص الذي سيضع خطتي موضع التنفيذ. في أحلامك. لا أريد أن أذهب إلى المدرسة اليوم. توتي. أهلاً عمي باكس. كيف؟ لدينا مقاومة عالية جداً للسكر. والآن لن تحصلوا على الجهاز. ومن قال إننا لن نحصل عليه؟ لن أستطيع الهرب. ما رأيك في ركلة قوية أيها الغبي؟ أمسكتم. هذه المرة سأحصل على ذلك الجهاز مهما كلفني ذلك الأمر. هيا أخرج، هيا. لا، ليس هو، هذا طحاله، سأعيده. لا يزال لدي، إنها مكسورة. هذا ما تستحقه لأنك تصنع الألعاب الرخيصة. كل ما أردته هو السيطرة على العالم. هل هذا طلب مستحيل؟ هل هو؟ لقد انتصرنا على الشر مرة أخرى، وعدنا إلى الصغيرة لعبتها أيضا. أنتم الأفضل يا أعمامي في العالم. أسمع، تعطلت. هذا الجهاز مصنوع في سليفونيا. لنلقن أولئك الحمقى درسا قاسيا بسبب صناعتهم الرديئة. هيا بنا إلى سليفونيا أيها الرجال. أجل، نحن رجال أقوياء ونتمتع بخصال الشجاع. نقدم المساعدة إلى من يشاء وندافع عن المظلومين. نحن رجال أقوياء. توقف عن فعل ذلك وعد إلى العمل الآن. يجب أن يأتي عرضي الخاص بمصر ببعض الربح اليوم، وإلا جعلتك في خبر كان.
عليك بناء معرض جديد وباستعمال هذه الآثار. يجب أن يستقطب المعرض السياح وإلا فصلت من العمل. هذه الأشياء لن تستقطب حتى الذباب. هذه اللوحة المخمالية تمثل رمسيس. رائع، كتيب عن البحر الميت. وقت الغداء، أنا جائع جدا. أنت أتيتني بأسنانك. ما مدة صلاحيتك؟ إن مذاقك سيء. أنت مددت في الرمل 3000 سنة، صرت سيء المذاق. أنا آسف، فقد أخطأت. شكرا جزيلا، أنا أتضور جوعا. أنت، إنها وجبة غدائي. هيا بنا، هيا هيا، عد بي إلى مصر الآن. مهلا أيها الطائر، لدي عمل أريد القيام به. وأنا لدي أماكن علي الذهاب إليها وأشخاص أود رؤيتهم، سأعود الآن. صعب، أنا مشغول. لقد انتهى الوقت، أرني ما أنجزت. هل تسمي هذه الفوضى معرضا؟ بما يختلف عن غيره؟ سأريك ذلك الآن. ما هذا؟ لم تكن الكهرباء مكتشفة في زمن الفراعنة. في نظري يبدو هذا المعرض رائعا. لا 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 لا. سيتم حسم تكلفة الأدوات من مرتبك وستفصل من العمل أيها المغفل. انتظر لحظة، سأعطيك خريطة القبر المفقود للفرعون روتين توتين. ستجد كثيرا من الكنوز هناك ولن تضطر إلى العمل مع ذاك المخادع بعد الآن. أقلت كنز؟ عرض مذهل، أستطيع افتتاح معرضي الخاص عن مصر. اتفقنا. خريطة القبر المفقود لروتين توتين، سأحصل عليها. هذا الجبن لذيذ. تمهل على المؤن، ستنفذ قبل أن نصل. أنا جائع. الطريق طويلة ومجهدة. يا الروعة. رمال الصحراء حارقة جدا. أيها المغفل، أصبحت الخريطة ملكي وكذلك كنز روتين توتين. مشكلة، سرقت الخريطة ولم يبقى طعام يكفي هنا. كانت خريطة لكهوف سويسرا. هذا هو، انظر إنه هرم. قريب أكثر مما ظننت. هل هذا هو؟ ترى أين البحيرة والأشجار؟ يا إلهي، أصبح هذا المكان أشبه بالخرابة. ولكن أين المدخل؟ إنه تحت الرمال. هيا ابدأ بالحفر. هيا هيا قليلا. تكاد تصل إلي. هيا هيا افتح، هيا افتح أيها الباب.
جيد، لا تزال هذه المدخرات تعمل إلى الآن. علينا أن نتجاوز جميع فخاخ الموت. فخاخ الموت؟ سنتجاوزها بسهولة، أعرف أمكنتها. ليس بهذه السرعة يا صديقي، ستصطحبانني إلى حيث خبئ ذلك الكنز وإلا. كن على حذر، إنه شرير. حسناً، والآن سنذهب في اتجاه اليمين. لا، بل في اتجاه اليسار، بل إلى اليمين. عذراً، كان علينا الاتجاه نحو اليمين وليس نحو اليسار. اعذرني، فذاكرتي مشوشة قليلاً. اجلس هنا ولا تتفوه بحرف واحد، هل فهمت؟ حسناً، لن أقدم المساعدة بعد الآن. هذا ليس خطأي، أنت جعلتني أجلس هنا. لقد نفد صبري أيها الطائر، أين ذلك الكنز؟ هون عليك يا صديقي، ستكون أول الحاصلين عليه. انظر، إنها أحجية، حرف وزبدة وبطة. يا إلهي، انتبه. سحقاً، تكسرت عظامي. لقد كان يهددنا بأدواته هذه، فوقع في شر أعماله. أيود أحدكم أن يلعب بكرة المضرب؟ كان هذا سهلاً جداً، هل من أحد آخر هنا؟ أظن أن هذا كان آخر فخ. سنصل إلى مكان الكنز. يا إلهي، يبدو أنهم عدلوا النموذج. هيا هيا، ساعدني أرجوك. عندما أعود سأشتري واحدة مثل هذه. مارفل، هذا أنت؟ رودي، ما الذي تفعله؟ كنا على وشك أن نموت. سأغلق نظام الأمان. أين كنت؟ قل لي، ذهبت لتحضر العصير فغبت هذا الزمن الطويل. لقد انتظرتك طويلا حتى أصبحت عجوزا. مذهل، يا للروعة، هذا الكنز لي. هذا إن استطاع القيام أولا. التالي، سترون الآن عجائب روتن توتن. تبدو مومياء قديمة جميلة. حان وقت العرض الآن. سأعاقبك على هذا أيها الوردي. لم يبقى لدي سوى بناء واحد وسأنتهي. Oh.
مؤلم. صاحب المعالي الخطير سليل الحاكم كازاتسكي الكبير سيد الذباب حامي الحدود البرية، وجدتك أخيرا. ولكني لست الشخص المقصود. ألا والدليل على ذلك أن شارد الأسرة على فخذك هذا، وهذا يعني أنك الحاكم الحقيقي وعليك الذهاب معي. هيا اتبعني. ولكن علي العودة إلى عملي. ولكني أحذرك، إن لم تأتي معي الآن فستعاني ملاحقة الغيمة السوداء. الغيمة السوداء؟ ما هذه الترهات؟ بعض الناس يصدقون أي شيء. الغداء. شطائر اللحم، يا للروعة. أريد شطائر اللحم الحارة. لقد أخطأتني. الثاني. إنه الحاكم الحقيقي. ها قد جئت أخيرا. باسمي وباسم الغجر هنا أمنحك منصب حاكم الغجر. ها؟ هي! تتخذ قبائل الغجر السمك رمزا لها. لا أريد أن أصبح حاكما، أتيت للتخلص من هذه فقط. هناك طريقة واحدة فقط للتخلص من الغيمة السوداء. مؤلم، لم تكن تلك الأذن مثقوبة. أعتذر من ذلك. يرتدي حاكم الغجر وحده الأقراط الذهبية، وهي ملكك الآن. سيأخذ دوغ فاذر هذا. أنت، لقد كان هذا مؤلما. تغلبت عليك أيها الوردي. من الآن فصاعدا أنا من سيكون حاكم الغجر. هاي. من هنا. أيها المتطفل المحتال، هذا هو حاكم الغجر الحقيقي. سيدتي، لا أريد أن أكون حاكما. بل عليك ذلك، إن وافقت على أن تصبح حاكما للغجر فإنك ستتخلص من الغيمة السوداء. لا بأس، وافقت على أن أصبح حاكما للغجر. ليس عندما أحصل على القرط الذهبي أيها الوردي. لم يكن عندي غيره. كأنني وقعت بين مجموعة من المجانين. لا تقف أمامي كالأبلة، اسحب القرط الذهبي. كفى، سأخرج من هنا. لا تذهب، عليك استعادة القرط ووضعه في أذنك، وإلا فلن تدعك الغيمة السوداء. أنا دوغ فاذر حاكم الغجر الجديد وصاحب المعالي والطيب الرقيق، أحب السمك والأقراط الذهبية. أنت علي ارتداء ثوب آخر.
هل بإمكاني الحصول على رقصة معك يا جميلة؟ فأنا راقص عالمي. رقصة جميلة، إنها حسناء رشيقة. يا لك من غجرية حسناء بارعة في الرقص. الرقص معك أشبه بالرقص مع غيمة بيضاء كالثلج. شكرا لك أيها الزعيم. غبي، علي استرداد القرد. هذا القرط لا يليق بك أيها الزعيم الغجري. حسناً، لنمنح قليلاً. دوري ميفا. ادفع شريكك نحو الشجرة. أتساءل ما الذي وضع في هذه القيمة؟ لم تنتهي المعركة بعد بيننا أيها الوردي. لقد تغلبت عليك. أعطني ذلك القرط الذهبي الآن. المعالي، حصلت على القرط وتغلبت على الغيمة السوداء. دعني ألبسك إياه. أي. أي. لقد ألمت حاكم الغجر بهذا. كويني كويني، أيتها المسكينة، عليك القدوم إلى المدينة الكبيرة لتقضي أوقات ممتعة. ولكنني أحاول أن أخبرك أنني غادرت جزيرتي وأنا أخطأت مجددا. المنظر من شقتي يشتت انتباهي دوما. يا له من منظر رائع. أتسوق إلى رؤيتها. أجل، يوما ما. من المؤسف أنك بعيدة. لست بعيدة هذا البعد الذي تظنه. قلت لك لا تلمس أشيائي، ألم تفهم؟ من المفترض أنك تنظف الزجاج، والآن عد إلى عملك. حاضر سيد بونساوس. بينك بينك، هل أنت هنا؟ أردت أن تكون زيارتي مفاجأة كبيرة. يا إلهي، ما هذه الغوريلا الضخمة؟ دعوتها فجاءت مسرعة. كويني. بينك بانتر، أنت أصغر مما تبدو عليه في الصورة.
هيا بنا يا بينك، أود أن أرى شقتك الرائعة تلك. وأنت أيضاً لست كما في الصورة. أجل، شقتي. أين هو عامل التنظيف الوردي ذاك؟ مشكلة. من هنا، لدي مدخل خاص بشقتي، اصعدي. أليس في هذا البناء مصعد؟ بلى، ولكني لا أفضله. حسناً، هذه شقتي. ألن تعودي إلى الجزيرة؟ ليس الآن، لدي كثير من الوقت. بينك بانتر، أين أنت؟ أكاد أختنق. سأريك الحمام أولاً. لا تتفوهي بكلمة. هذا أنت سيد بونساوس، تسرني رؤيتك. ماذا تفعل بشقتي أيها الأبلة؟ لم تعبث بأشيائي صحيح؟ انظر، عمل رائع، أليس كذلك؟ أقلت عمل رائع؟ انظر إلى بصمات الأصابع. يستحسن أن تنزل. ألم نكمل الجولة في شقتك يا بينك؟ بلى يا عزيزتي، سأريك المطبخ الآن. سحقا، أبعد يدك عن المقبض. هل من أحد في المطبخ؟ لا، ما من أحد هنا يا سيدي. هل أكلت شيئاً من الكعك الخاص بي؟ لقد خبزتها أمي من أجلي فقط. لا تلمسه، إنه مادة مشعة. لا تقلق حيال أي شيء، سأتخلص منه بأمان. كعك القرفة هذا لذيذ جداً. عليك المغادرة في الحال يا كويني. نسيت حقيبتي في الشقة. سفاعة كبيرة تعبر المحيط مدمرة كل شيء. لا، هذه جزيرتي. لا، منزلي، منزلي اختفى. أعد لي منزلي. ما كل هذا الضجيج؟ هيا اخرجا من منزلي الآن. إذن لم تكن تلك شقتك يا بينكي. ولكن شقتي في البناء نفسه. لا أسمح بمجيء الزوار أو الحيوانات الأليفة، مفهوم؟ ستعملين هنا لكسب المال وشراء منزل. أترى هل بإمكاني القيام بهذا؟ بلا شيء. هل يشعرك الحمام الساخن بالراحة؟ أنا حزينة، لن أستطيع العمل والحصول على المال لشراء منزل صغير خاص بي. أنا حزينة يا بينكي. أيها النمر، هل تلك القردة في شقتك؟ ليست قردة بل غوريلا. أشم رائحة فرو الرطب. إنها جوارب. لا، من الأفضل أن تقول الحقيقة. هل تلك القردة هنا؟ أعذرني. كما ظننت.
أظن أن شقتك ليست في البناء أصلا. أجل، هذا صحيح. لقد طردت من عملك بسببي، وطردت من شقتك أيضا. اخفضي صوتك، إن رآنا بونساوس فسيطردنا من السقالة أيضا. برنامج الألعاب، لنرى برنامجا علميا. أنت لا تعبث بجهاز التحكم. خبر عاجل، الزوبعة على وشك الدخول إلى المدينة، إنها تتجه نحو الشارع 525. ها؟ هذا المبنى الخاص بي، امنعها من الوصول إلى المبنى أرجوك، سأعطيك أي شيء تريد. أي شيء؟ استعداد؟ الآن. سحقاً. بينك. أحسنت أيها البطل. بينك، كن حذراً. المخرج من هنا، تخلصت منها، لقد كان هذا سهلا. ماذا؟ التقاط جيد لكويني، لنتابع مهمتنا. هل هذا ما وعدتني به يا بينك؟ لقد اخترقت الزوبعة المبنى. لقد آذيتنا كثيرا، سأريك الآن. أترغبين بالكعك؟ تعالي. ماذا ستفعل؟ بونساوس، فيما يخص ذلك الوعد، أتذكره؟ حصلت أخيراً على المنزل الذي حلمت به، ووجدت كويني عملاً جيداً. لا تنسى أجر عملي يا سيد بونساوس. أظن أنها تستحقه. أوقفوا قرص الهوكي هذا. كسرت حاجز الخوف اليوم ولم تغمض عينيك. ما هذا أيها المدرب؟ فريقك سيء، إن لم تفوزوا بمباراة هذا اليوم فسأطردكم جميعا. سنتغلب عليهم، لا فرق بيننا. ربما كان فرقا بسيطا. ابتعد يا صاحب السراويل الوردي، جاء لاعبو الهوكي المحترفون. لقد أخطأت الهدف. أجل. متزلج محترف، ولكنه يحتاج إلى حارس مرمى. أجل، أحتاج إلى حارس مرمى، أعرف الشخص المناسب لهذا. في عروقه ماء مثلج كثير يشع برودة، وهو يبقي على شراب باردا. رحبوا بالحارس الجديد لفريق مايتي باكس. أيعقل أن يكون حارساً؟ سيندم
على ما فعله معك يا صديقي. صديقي سلاشو، اشتقت إليك كثيرا. إنه يوم سعيد، التقينا ثانية. أخبرني، من أنت؟ أنا قائد فريقك وأنت حارس المرمى. حلمي حلمي. ماذا يعني حارس المرمى؟ كل ما عليك فعله إيقاف قرص الهوكي. إنها تبدو جميلة، هل أستطيع ارتداءها عندما أذهب للعشاء؟ ليس لديه أدنى فكرة عن لعبة الهوكي. سيكون علينا التخلص من كوز الثلج ذاك. أطعمة جليدية، هذا ما أحتاج إليه. سيد سلاشو، سيد سلاشو، انزل إلى موقف السيارات من فضلك، فقد تركت مصابيح سيارتك مضاءة. مصابيح سيارتي مضاءة؟ انتظر سلاشو، أنت لا تملك سيارة. قالوا إن مصابيح سيارتي مضاءة، ولكني لا أملك سيارة. سأبدأ بتنفيذ خطتي، أعرف كيف أروض سلاشو. يبدو أنهم خطفوا زوجتي. توقفوا، إنها زوجي، توقفوا. أعتذر يا كرة الثلج، نفذ ما أطلبه منك لأعيد زوجتك. ولكن ماذا تريد؟ سحقا لهم، يبدو أنهم قد خدعوا سلاشو. أعيد إلي زوجي. أحسنت أيها الجليدي الأحمق، تابع حتى تقع في الفخ. لا تقلقي يا زوجي، سأخلصك من ذلك الرجل الجبان. هاي سلاشو، أنقذني أرجوك. أخشى أن نخسر مباراة اليوم، عليه أن يعود لكي نتمرن. انتظر قليلا أرجوك، سأعطيك ما تريد. أعد إلي زوجي. قل وداعا لزوجتك يا رجل الثلج. سلاشو، ستبدأ لعبة الهوكي بعد دقائق عدة. كيف ألعب بأقراص الهوكي وزوجي مخطوفة؟ هذا يعني أنك خسرت مباراة اليوم. لن أستطيع اللعب وزوجي مخطوفة، افعل شيئا أيها النمر الودي. لن يعود الأمر يهمك وحدك. ربما تؤذي هذه الحية، ماذا أفعل؟ ماذا؟ انتظر، فاللعبة لم تنتهي بعد يا سلاشو. ما أروع أن تجد صديقا يقف معك في وقت الشدة. سنرى من سيخسر اللعبة الآن. مرحبا يا زوجي العزيز، أود أن أشكرك على ما فعلته لأجلي، أنت شجاع ولطيف. هيا! ستبدأ المباراة عما قريب، والوردي الأحمق لم يأتي بعد. هيا! Mm-hmm.
يحرز هدفا ويحصل فريق مايتي باكس على نقطة. اوقفوه يا اصدقاء. زوجي حارس مرمى بارع يصد أقراص الهوكي ببساطة. يحرز فريق مايتي باكس هدفاً. لن أستسلم بسهولة. هذا صحيح، وأنا لن أستسلم بسهولة. لقد تعلمت الدرس اليوم. سلاشو 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 سلاشو. أجل، أنا أشكركم جميعا لتشجيعكم ودعمكم لي. شكرا شكرا شكرا. لقد بدأت بالذوبان، الجو حار جدا. سلاشو ابتعد عن بقعة الضوء تلك. حصل الفريق المنافس على نقطة مقابل نقطتين. حصل الفريق المنافس على نقطة إضافية وصارت النتيجة هي التعادل. إياك أن تجرؤ على إيداء رقاقة جليدية من رأس سلاشو. سأحرز الآن هدف الفوز. ويربح فريق مايتي باكس عند صافرة النهاية بثلاثة مقابل اثنين. أحسنت يا بينك، لقد ربحت في المباراة وأنقذت عملك. قل لي، ماذا ستفعل في المرة القادمة؟ سيلعب سلاش وزوجه وأولاده في المرة المقبلة. سنحكي لكم قصة جميلة عن بطل جاب الصحاري والبحار البعيدة. قصة لن تنسوها في حياتكم. قد تخيف من هم خارج البلدة ولكنك لا تخيفني. حسناً، حتى هذا لا يخيفني. لم تكن تجرؤ على ذلك لو أن البينكو هنا. القاعدة الأولى، اجعل دخولك مميزاً دائماً. صحيح، أنت على حق يا خوليو. سأقضي عليك يا البينكو. ستدفع كثيرا مقابل هذه الإهانة أيها العدو. سنرى. دغدغ صحيح. أنقذتنا من الوحش المرعب الذي جعل المزارعين يهربون من القرية. لم يكن ذلك وحشا يا بينيتا، وإلا لم يكن محتاجا إلى هذه لجعل الحصان ينفث لهبا. اسمحي لصديقي الطائر أن يوضح طريقة عملها. عليك دفع تكلفة إصلاحه. سأكتب وثيقة بذلك. سأكون في حفل الحاكم مساء يوم العطلة. تستطيع إحضار النقود إلى هنا. ما
رأيك يا خوليو؟ هل سأوفر المال آنذاك؟ مؤكد، يمكنك أن توفر المال، ولكن ألم تنسى شيئا يتعلق بالحاكم؟ أنت على حق، أعلن الحاكم أنني خارج عن القانون ولا أعلم لماذا. أظن أنه بسبب هذا القناع. أهلا بك أيها الوجيه دورتيا. أهلا، أنا الوجيه لبريا. هذا نموذج لمطعم الجديد، أنا أبحث عن مستثمرين. كثير من الناس هربوا من الوحش ذي الرأس المقطوع، ولن يكون لديك زوار له. مطعم للأكل السريع، يأكلون ويهربون في الوقت نفسه. أبعد يديك عنه. انظر ماذا وجدنا معها. وجدنا هذا في الخارج أيضا أيها الحاكم. ها، إذن أنت من مساعدي البينكو. ماذا؟ دعها وشأنها، لم تقل بفعل أي سوء. من المؤكد أن هذين الاثنين يعملان مع اللص البينكو. لا، هذا الهراء، البينكو ليس لصا. لو لم أرى رسوم الأرانب على سراويلك لشككت أنك أنت ذلك اللص الهارب البينكو. هذا محرج، أعذرني. عن إذنك، إنه في موقف لا يحسد عليه. القاعدة الثانية، امشي بهدوء واجلب كلبا كبيرا. علمت أن ذلك الأبله لن يستطيع مقاومة فخي. القاعدة الثالثة، لا تقلل من شأن العدو أبدا. يا 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 يا. سنحكي لكم قصة جميلة عن بطل جاب الصحاري والبحار البعيدة، قصة لن تنسوها في حياتكم. ما بالكما أما من قصة أخرى ترويانها في مكان آخر؟ حسناً، إذن سأقوم الآن بنزع قناعه السخيف لأعرف حقيقة من يكون هذا اللص. تريد أن تعرفني؟ إذن حاول. يبدو أنني سأرى عرضاً ممتعاً. سأعلم من تكون وستسجن مؤبداً. إن استطعت معرفتي فافعل بي ما شئت. مساء الخير. ما رأيك، أليس جميلاً؟ تستطيع أن تستسلم أيها الحاكم، لا بأس بذلك. لن أسمح لك بأن تجعلني أحمق، هل فهمت؟ لقد تأخرت كثيرا. القاعدة الرابعة، تجنب قدر الإمكان ما يجعلك في وضع محرج. ربما سيقنعك قضاء بعض الوقت على المقعد الخشبي بأنني جاد حقا. إنها غرفة سيئة الصيت. غبيان، لقد تركتماه يهرب. هل تظن أنه في إمكانك هزيمة البينكو؟ خذ حذرك يا صديقي. عليه، إنه قميصي المفضل. خذ، قاتل كالرجال. سأفعل ذلك. استعد لنبدأ، سألقنك درسا قاسيا. انتظر كي ترى رقصتي. هيا.
غشاش، لم أنتهي منك بعد أيها اللص والبينكو. النجدة، النجدة البينكو، أنقذني. أبعد يديك القذرتين عني يا جالبينيو. من سينقذها؟ نريد أن نعرف. قد جاء البينكو. ذهب. جاء. لقد جاء. ذهب. جاء. البينكو، عليك أن تغادر البلدة وإلا صارت الفتاة من التاريخ. سأحضر الأمتعة. القاعدة الخامسة، ليكن لديك حصان على أهبة الاستعداد دائما. علمت ذلك، الحاكم هو جلابين الوحش ذو الرأس المقطوع. أردت أن أخيف الجميع ليغادروا، وبهذا أتمكن من امتلاك ثرواتهم. لقد جرى على نفسه بهذه الفعلة. مطعمي هذا هو المركز الأساسي لبيع شطائر الصبار، وفيه يقدم الطعام والعدالة. هل تسمح لي بأخذ الطلب؟ ياي ياي ياي، سنحكي لكم قصة جميلة عن بطل جاب الصحر. من أطفى المصابيح؟ القاعدة السادسة، الحق سيعود إلى أصحابه مهما حدث ومهما طال الزمن. في قديم الزمان كان هناك لاعب خفة مبتدئ يدعي أنه طبيب. هيا بنا لنلعب الآن. هيا بنا أيتها المكنسة. حسناً، الآن لنبدأ اللعب. خطأ، أنت مستبعد من المباراة، اجلس هناك. إنهم يفسدون متعة اللعب بتلك الأخطاء. الجرس يرن وهذا يعني أنه مريض. هذه فرصة كبيرة. أنا مستعد لمقابلة ابنة الزعيم. لا تدعني أرى وجهك ثانية أيها الوقح. أتشو، ذبحني هذا الزكام. من المتقدم التالي لطلب يد ابنتي للزواج؟ أنا المتقدم يا سيد الزعيم. من تكون أيها الوردي؟ اهدأ أيها الفارس الضخم. اسمع أنت، لقد استدعيتك لعلاج ابنتي من الزكام، أيمكنك ذلك؟ هذا مقزز، أليس هناك دواء للعطاس؟ أرجو أن تسرع، فأنا أريد أن تشفى ابنتي قبل زواجها. ابنتك في أيد أمينة أيها الزعيم. أنا آسفة. حل مشكلتك في هذا الكتاب، سأحاول الآن. هيا اذهب أيها العطاس. أخطأت، النمر الوردي. أخطأت ثانية، عد كما كنت. مشكلة، علي علاج نفسي قبل علاج الفتاة. نمر أبله. هل أعجبك عرضي سيدتي؟ أنا آسفة. أظنني عثرت على الحل، لا تنفث. لماذا صار الجو حارا فجأة؟ جيد، لم أعد أعطس. أنا آسفة. انتهى أمري. يا
حبيبي. اختطف التنين ابنة الزعيم. الفارس الذي سيقتل التنين وينقذها سيكون زوجا لها. يا فرسان هيا بنا. هيا بنا. هيا. في الواقع نحن نعاني مشكلة صغيرة سيدي. ذلك التنين هو ابنتك نفسها. ماذا؟ اسمع، إن لم تعد إلي تنيني الضخمة بسرعة، أقصد ابنتي، فستندم على ذلك كثيرا. هل سأطرد من العمل؟ ستطرد من الحياة كلها. الثاني. كيف سأعيدها؟ ما الذي يجعلك تركض بسرعة وتصطدم بالآخرين؟ هناك أمر مهم يجب أن تعرفه عن ذلك التنين أيها الفارس. لن نستمع إلى ما تقوله. أمسكم التنين. إظهار هاتف طرقي. بدأت أتقن ألعاب الخفة. اتصال من أجلك. أمسكوا بالتنين. هيا هيا اقضوا عليه. ماذا في الصندوق؟ أنت لم تمسك التنين صحيح؟ لا يتسع له الصندوق. مياو مياو. إنه قط. دعني أرى، دعني أرى. أنا أحب القطاطة كثيرا. مرحبا أيها الصغير اللطيف. أنا آسفة. لا تستطيع القطاطة العطاس ونفث النيران. كيف تجرؤ على فعل ذلك؟ ماذا؟ الثوب جميل جدا عليك. عيناك هما الجميلتان. شكرا لك. أكاد أجن بسببه. دع ذلك التنين. دعني أشرح لك أمر هذا التنين. علي أن أعيدها مثل ما كانت قبل أن يقطع الزعيم رأسي، ولكني لا أعثر على الحل. أخيرا عثرت عليه. احترق كتاب تعليمات ألعاب الخفة الذي يعتمد عليه النمر الوردي، ويبدو أن نهاية الفارس والنمر باتت وشيكة. وبينما كان التنين يهاجم النمر الوردي والفارس، خطرت للنمر فكرة. تراجع أكثر أيها الأحمق. اترك سيفي أيها الوحش الأخضر. هيا بعد أن يبكى القذرة. تعال. حسنا، ليتجه كل منكما إلى زاويته. في هذه الزاوية الحيوان الأسطوري التنين، وفي الزاوية الثانية صاحب العضلات الكبيرة ولكنه بلا عقل الفارس المدرع. أيها الفارس انهض، هذه معركة حياة أو موت. هيا ابدأ بالتحمية بسرعة قبل بدء المصارعة. واحد اثنان، واحد اثنان. احمل الآن تلك الصخرة. هيا. حسنا، هذا يكفي. ما هذا؟ سأجربه على التنين. يكفي. هذه هي النهاية أيها الوردي الأبلع. لا أحد سيقتل التنين إلا أنا. لك ما تريد. أهلا، أنت تنينة رائعة.
هل تقبلين الزواج بي يا خضراء؟ إذن أنت موافقة، هيا لنقم مراسم الزفاف بسرعة. والآن ماذا أفعل بهذا المسحوق؟ قضينا على الزعيم بهذا الحاكم. استعد الآن لأني سأعيدك إلى طبيعتك سيدتي، وهذا هدية حفل زواجك الرائع. اعذروني جميعا. شكرا، فقد شفيت من الزكام ولم أعد أعطس. وعاش في سعادة وهناء. وبسبب تصرف النمر الأرعن صار سكان المدينة على شكل تنانين.